عزيزي السيد رئيس مجلس الوزراء بيغن، أنا أتوجه إليكم بهذه الرسالة، وأنا مدرك تماما للمسؤولية التاريخية التي نتشاركها تجاه شعبينا لبناء أسس متينة للسلام. أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، مناحيم بيغن رئيس مجلس وزراء إسرائيل. عزيزي الرئيس السادات، لدينا خلافاتنا بطبيعة الحال، كنا نعرف ذلك قبل قدومك إلى القدس، ولكنك قمت بتلخيص هذه الاجتماعات الأولية على نحو مناسب بقولك إننا سوف نناقش خلافاتنا. مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر قبل التحدي المتمثل في تحقيق السلام في الشرق الأوسط من القدس إلى كامب ديفيد للتوقيع على أول معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة عربية. لقد قطعنا شوطا طويلا نحو تحقيق السلام، كانت هناك مناقشات وجلسات ليلية وأزمات وجهد متجدد، دعونا نستمر في ذلك. الزمان، القاهرة، 29 نوفمبر 1977، المكان مجلس الشعب المصري. الرئيس أنور السادات على وشك تقديم خطاب منتظر بفارغ الصبر، على مدى ساعتين تحدث عن السياسة الداخلية والوضع الدولي والمفاوضات المتعثرة مع إسرائيل، وحين أصبح على وشك الانتهاء على صوته، كلماته الأخيرة تشد انتباه المجلس. مستعد أن أذهب إلى آخر هذا العالم وستدهش إسرائيل حينما تسمعني الآن أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم. في 29 نوفمبر لم يفهم أحد، اعتقدوا أن ذلك كان نوعا من المجاز أو الفصاحة. قال إنه مستعد للذهاب إلى الكنيسة أو إلى جنيف لتجنب هدر دماء أبناء الوطن، وكان ياسر عرفات يجلس في الصف الأمامي بجوارنا، لم يفهم أحد ذلك. لم يتوقع أحد أن يكون السادات جاداً في إعلانه هذا، فمنذ احتلال فلسطين لم يعترف العرب بشرعية الكيان الصهيوني وخاضوا حروباً عدة ضده. في 26 أكتوبر 1973 خاض الجيشان المصري والسوري حرباً مفاجئة لاستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 67. في ذلك الوقت أجبرت مصر على التراجع من شبه جزيرة سيناء إلى قناة السويس، خسارة غير مقبولة. في عام 73 هز الهجوم العربي المنسق إسرائيل للمرة الأولى، ولكن سرعان ما جاءها دعم أمريكي غير محدود عبر جسر جوي مفتوح فدفعت الجيوش العربية إلى الخلف. تحتفل مصر كل سنة بذكرى هذه الحرب، فقواتها استطاعت عبور قناة السويس واقتحام خط الدفاع الإسرائيلي المسمى خط برلاف، وأن تتقاسم الوجود المسلح مع قوى الاحتلال في سيناء. أثبتت مصر للمرة الأولى أنها قادرة على مفاجأة إسرائيل وجيشها الذي لا يقهر وأن تهز ثقتها. الحرب حولت الرئيس الراحل السادات إلى رجل قوي، وهو ما جعله قادراً على التفاوض. اختار السادات تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي بعد حرب أكتوبر عام 73، ونتيجة لسياسات رفع الدعم خرجت التظاهرات الاحتجاجية فيما سماه السادات ثورة الحرامية، وبين الحرب والاقتصاد المترنح بادر الرئيس الراحل أنور السادات إلى إطلاق مبادرته التي هزت العالم العربي. لقد سمعت الخطاب في وقت مبكر جدا عند 6 صباحا، ونصحت رئيس مجلس الوزراء أن يستجيب ويدعو السادات إلى القدس من دون الدخول في التفاصيل. كان مناحيم بيغن قد تسلم السلطة قبل بضعة أشهر فقط. هو زعيم حزب حيروت اليميني المتطرف،
عمل على تأسيس عصابة الأراغون التي اقترن اسمها بمجازر إرهابية لتهجير الفلسطينيين. قال فيه بن غوريون إن بيغن ينتمي من دون شك إلى النمط الهتلري، فهو عنصري على استعداد لإبادة كل العرب لتحقيق حلمه بتوحيد إسرائيل، وهو مستعد لإنجاز هذا الهدف المقدس بكل الوسائل. كان انتخابه ينذر بالحرب، إلا أنه ما كان ليفوت فرصة ذهبية لتحييد أكبر دولة عربية عن الصراع. أود أن أتوجه إلى الرئيس السادات والرئيس الأسد والملك حسين لكي أقترح عليهم بدء المفاوضات، سواء في عواصم دولنا أو في موقع محايد في جنيف، لتوقيع معاهدة سلام بين دولهم وإسرائيل. لقد أتيحت لي الفرصة لتناول الغداء مع بيغن بعد أسبوع من وصولي إلى إسرائيل. بعد هذا الاجتماع كونت رأيا في بيغن، بدا مختلفا جدا عما قرأته أو سمعت به. كان يحكى أنه محارب، ولكنه بدا لي مصمما على دخول التاريخ، لا كجندي ولكن كرجل سيقوم بتحقيق السلام. أيها المصريون، هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها إليكم مباشرة، ولكنها ليست المرة الأولى التي أفكر فيها بكم أو أتحدث عنكم. في 11 من تشرين الثاني نوفمبر، بعد يومين فقط على خطاب السادات أمام مجلس الشعب، مناحيم بيغن يسارع إلى استغلال الفرصة ويخاطب الشعب المصري مباشرة عبر موجات الأثير. لا مزيد من الحروب، السلام، السلام الحقيقي إلى الأبد. منذ حرب تشرين أكتوبر عام 73، كانت المفاوضات الدولية جارية بإشراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للوصول إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما لم يكن ممكناً نتيجة تباعد الرؤيتين العربية والإسرائيلية. في أواخر عام 77 كانت عملية السلام القائمة على المؤتمر الدولي للسلام في جنيف قد تعثرت. كان بيغن يعرف أن عملية مشتركة تشمل الأطراف العربية كافة يطلع فيها الاتحاد السوفيتي بدور مهم لن تؤدي إلى مكان. لن يكون من الممكن مواجهة مثل هذا التحالف. لم يكن في نيته تدمير هذه العملية، لكنه كان يبحث عن وسيلة لمنع حدوثها أو صدها على أي حال. رئيس السادات كان متعجلا جدا وغير مستعد إن هو ينتظر ما تسفر عنه المؤتمر، والأهم أنه غير مستعد أن يربط. في واشنطن أيضا تغير الوضع. في كانون الثاني يناير عام 77 تولى رئيس جديد السلطة، منافس من الحزب الديمقراطي جيمي كارتر. وعد أمريكا بإخراجها من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها منذ حرب عام 73 ومن ارتفاع أسعار النفط. للقيام بذلك هو بحاجة إلى شرق أوسط مستقر. التقى أنور السادات واتفق معه بشكل جيد، أما علاقته بمناحيم بيغن فبدت متوترة. اتخذ كارتر موقفاً غير متوقع من رئيس أمريكي، إذ لم يكد ينتخب حتى طرح فكرة وطن للفلسطينيين.
ليس بالأمر الجديد اليوم الاعتراف بوجود حركة وطنية فلسطينية وبأن منظمة التحرير الفلسطينية تجسدها منذ زمن طويل، ولكن في عام 77 كانت هذه المسألة مثيرة للجدل، وكان الرئيس كارتر قد كون رأيه، وهو قد صاغ عبارة وطن للفلسطينيين. ما قصده هو أن المشكلة الفلسطينية مشكلة سياسية في المقام الأول، وأن من الأفضل التفكير فيها على هذا الأساس. آراء لم يستطع مناحيم بيغن تقبلها، عارض بشدة فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، ورفض أي شكل من أشكال التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات التي ينص ميثاقها على تحرير فلسطين. في تموز يوليو عام 77 زار للمرة الأولى الولايات المتحدة رسمياً. كانت اللهجة ودية، ولكن ليس هناك شك في أن الخلافات بين الرجلين عديدة وعميقة. جيمي كارتر ومناحيم بيغن لا يتشاطران الفكرة نفسها بخصوص السلام. أراد أن يتوصل إلى التحدث إلى أهم دولة عربية أي مصر، والحق أن كل ذلك حدث مصادفة. أذكر أننا كنا نحضر الاحتفال بذكرى استقلال الولايات المتحدة في بيت السفير الأمريكي سامويل لويس. فجأة اقترب سفير رومانيا السيد كوفاتش من بيغن وسأله: سيد بيغن، الرئيس تشاوشيسكو يود أن يدعوكم، هل هذا ممكن؟ فأجاب بيغن: نعم، من فوره. في آب أغسطس من عام 77، بوخارست أول محطة على طريق السلام. رغبة منه في الحصول على الاعتراف الدولي، يمكن أن يؤدي نيكولاي تشاوشيسكو دور الوسيط في شؤون الشرق الأوسط. في الواقع رومانيا هي الدولة الوحيدة من الكتلة الشرقية التي تحافظ على علاقتها بإسرائيل، وتشاوشيسكو نفسه قريب من السادات. في الزيارة أعلمه بيغن أنه عازم على لقاء الرئيس المصري. في الوقت عينه فتحت ثغرة أخرى في المغرب. الملك الحسن الثاني يريد السلام في المنطقة فيتدخل. يجري تنظيم لقاء سري من جانب القصر في طنجة. وفي أيلول سبتمبر من عام 77 يتوجه وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي موشي ديان إلى هناك متخفياً للقاء مبعوث الرئيس السادات حسن التهامي. يعلمه ديان أن إسرائيل ستدهشه بالتنازلات الضخمة التي ستقدمها في حال المفاوضات المباشرة. ومنذ ذلك الحين جرى كل شيء بسرعة كبيرة. في آب أغسطس ذهب السادات أيضاً إلى بوخارست لاستطلاع رأي نيكولاي تشاوشيسكو، فيسأله إذا كان يمكن الوثوق برئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي، فيجيبه تشاوشيسكو: بيغن رجل قوي ويملك الوسائل لتحقيق طموحه، إنه ملتزم السلام. في رحلة العودة إلى القاهرة اتخذ السادات قراره، وأعلنه في 9 من تشرين الثاني نوفمبر في مجلس الشعب: سوف يذهب إلى القدس. سيدي الرئيس، نيابة عن حكومة إسرائيل، يشرفني أن أقدم إليكم هذه الدعوة الودية للقدوم إلى القدس وزيارة بلدنا. عزيزي السيد رئيس مجلس الوزراء، يسرني قبول دعوتكم إياي إلى زيارة القدس ومخاطبة ممثلي شعبكم في شأن إحدى أكثر المسائل أهمية لكل منا، وهي الحرب والسلم. بويكيا محمد أنور السادات. مثل الكثيرين ومثل الإسرائيليين كافة لم أستطع أن أصدق ذلك. كان بمثابة حلم يتحقق، قصة خرافية تتحول إلى حقيقة. في المطار وقبل ثوان فقط من توقف الطائرة قال لي أحد ضباط الأمن الكبار:
ماذا لو فتح الباب وخرج من الطائرة كوموندوس مصري وقتل قادتنا المجتمعين هنا؟ يجب أن نفهم أن الشكوك وانعدام الثقة كانت عميقة الجذور. لقد كان تحولا كبيرا، وهذا يتطلب تحولا كاملا في نظام قيمنا وطريقتنا في التفكير. ما كان صحيحا بالأمس ما عاد كذلك اليوم. من المثير للدهشة بالنسبة إلى محارب مخضرم أو جندي سابق أو كوماندوز سابق أن يصل إلى ما يسمى تقنياً أرض العدو، عدو إلى حين توقيع معاهدة سلام، ولكنه مسترخٍ ومرتاح إلى الجميع. يجتمع مناحيم بيغن وأنور السادات في فندق الملك داوود في القدس لعقد جلسة خاصة أولى. هذا تحد للتاريخ. السادات، هذا الفقير الآتي من صعيد مصر، ولد عام 18 في فترة السيطرة البريطانية، والذي تبنى قضية القومية العربية في وجه الاحتلال الاستعماري في الأكاديمية العسكرية. وبيغن الذي ولد عام 1913 في بولندا، الذي انضم إلى حركة بيتار الصهيونية عندما كان طالباً في كلية الحقوق في جامعة وارسو، تبنى المشروع الصهيوني لزعيم الحركة زئيف جابوتينسكي المتمثل في قيام دولة إسرائيلية على أرض فلسطين. تمكن بعد الحرب العالمية الثانية من الوصول إلى فلسطين وانضم إلى الأراغون، وهي منظمة عسكرية سرية. في عام 48 عندما نشأت دولة إسرائيل، أضحى بيغن زعيماً للكتلة اليمينية في الكنيست إلى أن انتصرت كتلته في الانتخابات. يجتمع مناحيم بيغن وأنور السادات في فندق الملك داوود في القدس لعقد جلسة خاصة أولى. هذا تحد للتاريخ. حاول العرب تحذير السادات من الفخ المنصوب له، وأبدوا له قلقهم على التضامن العربي وعلى حقوق الشعب الفلسطيني بعد هذه الخطوة. استقال وزير الخارجية المصري إسماعيل فهمي رفضاً للزيارة، وأعلنت دمشق الحداد وقالت بغداد إن السادات ضيع مكتسبات حرب تشرين. لكن السادات بقي مصراً على خياره، واصفاً زيارته بالمهمة المقدسة. السؤال المطروح هو: أي نوع من السلام يبحث عنه الطرفان؟ أهو أمن إسرائيل أم سلام عادل وشامل؟ خطاب السادات في الكنيسة أي البرلمان الإسرائيلي كان بحسب توقعاته أنه يريد تسوية شاملة تتضمن الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وتقسيم القدس وإنشاء دولة للفلسطينيين التي يعتبرها جوهر النزاع. قبل كل شيء، أنا لم آتي لكي أعقد اتفاقية سلام منفصل بين مصر وإسرائيل، فهذا لا يشكل جزءا من السياسة المصرية. لم يرد بيغن تفويت هذه الفرصة، لكنه في الوقت نفسه لن يقدم التنازلات التي يطلبها السادات. يريد تحييد مصر في البدء من دون التخلي عن الضفة الغربية أو ما يسميه يهود والسامرة وعن غزة،
ولكن هذا اللقاء الأول في القدس فتح الطريق وجعل ما لم يكن متصورا قبل بضعة أشهر أمرا ممكنا. عزيزي رئيس مجلس الوزراء بيغن، كما تعلمون أنني عندما أنجزت مهمتي المقدسة وذهبت إلى القدس على الرغم من الشكوك والمخاطر الكبيرة، لم أكن أحاول التوصل إلى اتفاق، كنت وما زلت مصمما على تحقيق السلام. ألم تكن الأيام في القدس أيام صداقة وتفاهم؟ ألم أقترح بصدق أن نضع وراءنا ذكريات الماضي وبإمكان كل واحد منا التحدث عن ذكرياته؟ ثم أعلننا معا لا مزيد من الحروب، لا مزيد من إراقة الدماء، يجب أن نتفاوض. لاحظت خلال هذه الأيام أن هنالك شيئا لا يمكن أن يحزن ولا يمكن أن يتشاهد. أقول لهم طال الزمن أم قصر على توقيع صكوك الاستسلام. ظن السادات أنه بخطابه هذا سيطمئن الجماهير العربية، لكنه أثار غضبها. ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القادة العرب في سوريا وليبيا والعراق والجزائر وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى لقاء فوري يعقد في العاصمة الليبية طرابلس لدراسة التطورات. نجم عن هذا اللقاء تأليف جبهة الصمود والتصدي. رأت هذه القوى الزيارة خيانة للتضامن العربي. إن ذهاب السادات إلى القدس من دون موافقة الدول العربية الأخرى أعده الفلسطينيون خيانة. هذه كانت من أكثر الفترات صعوبة في مسيرتي. أذكر أنه كان لدينا اجتماع في الكويت. في أثناء وجودي في المرحاض رأيت أحد الوزراء العرب فسألني كيف حالي وهو يتلفت بخوف، ثم خرج مذعورا إذ قد يتهمونه لأنه سلم علي. لكن السادات لم يستسلم. في كانون الأول ديسمبر دعا مناحيم بيغن إلى اجتماع آخر في الإسماعيلية على ضفاف قناة السويس المواجهة لسيناء المحتلة. هنا ما عاد هناك أي مجال للأفعال الرمزية، فقط واقع المفاوضات. أتى مناحيم بيغن باقتراح وهو خطة الإدارة الذاتية في الضفة الغربية وقطاع غزة. الصيغة ذكية، فهي تمنح قدراً معيناً من الاستقلال الإداري للسكان العرب مع الحفاظ على الاحتلال العسكري. إنها طريقة لتجنب إقامة دولة فلسطينية. هذا أمر غير مقبول للمصريين في مواجهة الضغوط المعادية، وعلى السادات تقديم تعهدات للعالم العربي والحصول على اعتراف بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي. شهد الاجتماع الذي عقد في الإسماعيلية فشلاً ذريعاً. تجربة شخصياً علمتني في العلاقة بين العرب وإسرائيل. اترك العرب والإسرائيليين بمفردهم لن تصل إلى شيء ولن يتحقق شيء. خلي هناك وسيط قادر ومؤثر وله احترامه يعمل بين الأطراف. فشل المحادثات في الإسماعيلية هو علامة، فرصة للولايات المتحدة للعودة إلى اللعبة الدبلوماسية التي كانت خارج سيطرتها. في الرابع من كانون الثاني يناير عام 78 انضمت جيمي كارتر إلى أنور السادات في أسوان لعقد اجتماع حاسم. في خطابه تبنى الموقف المصري مدافعاً عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وفي الليلة نفسها بعث برسالة إلى الرئيس المصري. يجب دعم العملية التي بدأتها بشجاعة كبيرة.
وكما قلت فإنني أعتزم أن تؤدي الولايات المتحدة دوراً أكثر نشاطاً في عملية التفاوض. إن دعم كارتر ضروري، يحتاج إليه السادات لتحقيق النجاح ولكي يثبت لمنتقديه أن عملية تشرين الثاني نوفمبر لم تكن فاشلة وأن لديه القدرة اللازمة على مفاوضة مناحيم بيغن. عزيز السيد رئيس مجلس الوزراء، يا للأسف على الرغم من اجتماعي القدس والإسماعيلية والمحادثات التي أجريتها في الولايات المتحدة وأوروبا، لا نزال نجد أنفسنا في الموقف نفسه الذي كنا فيه قبل الزيارة للقدس. دعنا نتفق على أن إسرائيل تحتاج إلى الأمن، ودعنا نتفق أيضا على أن الأمن يجب ألا يكون على حساب الأرض أو السيادة. إذا كنت مستعدا للسلام الحقيقي فأنا مستعد أيضا كما أثبتت ذلك. سيد الرئيس، أنت تستمر في الدفاع عن وجود دولة فلسطينية في يهودا والسامرة وقطاع غزة. أود أن أقول مرة أخرى ما قلته في الإسماعيلية، إن مثل هذه الدولة ستكون خطرا قاتلا لإسرائيل. حرمان 3 ملايين فلسطيني هذا الحق لا يتعارض والقانون والعدالة وحسب، إنما هو دعوة إلى مزيد من الصراع وسفك الدماء، وهذا يمكن أن يخلق حالا من الخطر القاتل على حد قولك. أدعو الله أن يهدينا لتحقيق سلام عادل ودائم. في 11 من آذار مارس هاجمت وحدة من الكوماندوس تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومقرها لبنان حافلة في إسرائيل، وقتل ركاب 37 كلهم. بعد 3 أيام دخل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان لتدمير قواعد منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة منطقة أمنية. السادات لا يوافق لكنه لا يتدخل. أعربت الولايات المتحدة عن عدم موافقتها. يواجه بيغن تحديات وعزلة متزايدة. مرت الأشهر، ما عاد السادات وبيغن يلتقيان ولا يتراسلان. عقدت اجتماعات بين الوفود المصرية والإسرائيلية ولكن من دون أي نتيجة. عندئذ قال السادات هذا يكفي، لقد اكتفيت، سوف نوقف الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، لقد انتهى الأمر، وأعلم كارتر بذلك، فقرر الأخير أن يلعب ورقته الأخيرة. واشنطن 3 أغسطس. إلى الرئيس السادات ورئيس مجلس الوزراء بيغن، أنا مقتنع برغبتكما المتبادلة في تحقيق السلام، غير أن الأمال العالية في الشتاء الماضي بدأت تتلاشى الآن، ولهذا أود أن أقابلكما شخصياً في أقرب وقت ممكن. ليس لدي مكان مفضل، ولكن كامب ديفيد مكان متاح. جيمي كارتر. وصلت الوفود الإسرائيلية والمصرية والأمريكية إلى كامب ديفيد، المقر الصيفي لرؤساء الولايات المتحدة، لعقد قمة غير عادية. القواعد بسيطة، العزلة التامة والتزام التفاوض إلى أن يجري التوصل إلى اتفاق مهما كان الوقت الذي يستغرقه. كنا نعلم ما العوائق. أراد بيغن الحفاظ على ما سماه يهودا والسامرة، وإذا كان يستطيع تحقيق السلام مع مصر من دون التطرق إلى القضية الفلسطينية فسيفعل ذلك. بالنسبة إلى السادات، كنا مقتنعين بأنه كان يريد استعادة أرضه، لكنه كان يريد أيضاً أن ينظر إليه باعتباره الضامن لعدد من المبادئ تجاه العالم العربي، وكان السؤال هل يتخلى عن هذه المبادئ إذا كان هذا هو الثمن الواجب دفعه لاستعادة أراضيه؟ إنه مكان غير اعتيادي لعقد اجتماع الفرصة الأخيرة. كل شيء يذكر بمخيم صيفي. جرى التخلي عن البروتوكول، المعنيون يلعبون كرة المضرب أو يركبون الدراجات.
بريجينسكي مستشار الرئيس كارتر لشؤون الأمن لا يفوت مباراة في الشطرنج، غير أن السادات ظل متحفظا، فهو لم يرى بيغن منذ لقاء الإسماعيلية. لم يتأكد لنا أن الكيمياء بين السادات وبيغن ستسمح بحصول تبادلات مثمرة، ولكن كارتر كان يعتقد خلاف ذلك وحاول في وقت مبكر تدبير لقاءات تجمع الثلاثة معا. جاء كل منهما بمقترحات صعبة جدا. لم يعتقد كل منهما أن الطرف الآخر قد يقبل بها، وتشاحنا في اللقاء الأول. كانت الاجتماعات الثلاثية الأولية قصيرة، وتشاحن السادات وبيغن علنا. قام جيمي كارتر بتغيير أسلوبه وفصل بين الخصوم ووافق على أداء دور الوسيط. يصوغ فريقه المعاهدات، ويقوم طرف بالتعديل والآخر يضيف ملاحظات، ويرفض الأمريكيون، يقدمون مزيدا من المقترحات ولكن من دون جدوى. المناقشات في حال جمود، طريق مسدود في شأن وضع الفلسطينيين، طريق مسدود أيضا حتى في شأن الانسحاب من سيناء. مناحيم بيغن يرفض تفكيك المستوطنات، هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلى السادات. عندما نتابع التقدم المحرز في المفاوضات مع بيغن، نفهم أن هذه الفرضية ليست مستحيلة. على سبيل المثال، أصر بيغن على عدم التخلي عن مستوطنة يميت، وهي مجتمع صغير جدا في شمالي سيناء، أراد أن يحتفظ بها بأي ثمن. أما السادات فعمله ومسؤوليته كرئيس للدولة هو استعادة كل شبر من الأراضي. في اليوم العاشر من القمة بلغ التوتر ذروته، وأعلن أنور السادات رحيله غاضبا. الجميع حزم حقائبه إلا أنا. اجتمع كارتر به مدة ساعة وجعله يغير رأيه. كان مرهقا وغاضبا جدا. كان بإمكان السادات أن يكون عاطفيا جدا، لم يدعه كارتر يغادر في الحقيقة، واستخدم التهديد الأكبر لمصلحته عندما قال له: إذا غادرت فسوف تكون نهاية العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر. قال السادات: ليس لدي خيار، أليس كذلك؟ أجاب كارتر: لا، ليس لديك خيار، عليك البقاء. وقبل السادات الذي كان محاصرا وبحاجة إلى الحصول على تسوية بتقديم تنازلات عديدة، وهذا طبعا على حساب الفلسطينيين. لكن كارتر قال له: أعدك أنه في فترة ولاية الثانية سأكون في وضع أفضل لمساعدتك ولإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية. رضخ السادات للضغوط، وافق على الاقتراح الإسرائيلي بشأن غزة والضفة الغربية إدارة مستقلة مع استمرار الاحتلال العسكري. استقال وزير الخارجية محمد كامل اعتراضا على التنازلات التي قدمها السادات. حتى الموافقون على المفاوضات المباشرة لم يكونوا راضين عن التنازلات الكبيرة. تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الزراعة أرييل شارون، وقال شارون لبيغن: إذا قررت أن تقدم تنازلات لأن من دونها لن تبرم اتفاقية، فاعلم أنني سوف أدعمك.
أعتقد أن هذا الحديث كان له تأثير كبير في بيغن، وأظهر له أنه لن يكون وحده في الدفاع عن هذا الموقف في إسرائيل. أعلن مناحيم بيغن أنه مستعد لتفكيك المستوطنات في سيناء المصرية. قال لي بيغن: لقد قمت بتسوية كبيرة وتنازلت عن الأمور الأساسية. فأجبته: أنا لا أرى ذلك، ما التسوية التي قمت بها؟ أجاب: دان، أنت لست من ضمن صفوفنا، أنت يساري من الطرف السياسي الإسرائيلي الآخر. أما أنا كما تعلم فقد نشأت مؤمنا بحق إسرائيل في أرض إسرائيل، وماذا فعلت في اتفاقية كامب ديفيد؟ تخليت عن تنفيذ هذا الحق، هذا بالنسبة إلي أعظم تضحية. ما عاد الآن أي عقبات أمام التوصل إلى اتفاق بين مصر وإسرائيل. سيناء في مقابل السلام، ولكن ليس أكثر، ويتوقع فقط أن تتواصل المفاوضات في وقت لاحق بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة. قال بيغن: إننا لم نناقش ولن نناقش مسألة القدس، هناك مسألة يهودا والسامرة والمستوطنات، وهنا أيضا حدث ما يريده بيغن، وجرى التوصل إلى أن الأمور ستبقى كما هي عليه. أدرك كارتر الوضع جيدا بما فيه الكفاية ليعرف أنه لن يصل إلى مزيد من التسويات والنتائج. في مساء 17 من أيلول سبتمبر، بعد 12 يوماً من المفاوضات السرية، اتجهت الوفود إلى واشنطن. يجب تغيير اسم مؤتمر كامب ديفيد ليصبح مؤتمر جيمي كارتر. وقعت اتفاقية كامب ديفيد، قاطع قسم من الوفد المصري الحفل. في حفل التوقيع ابتهج الموجودون وصفقوا لهذه اللحظة التاريخية العظيمة، الجميع ما عدا زملائي وأنا. كنت أعرف أن الرئيس السادات وقع هذه الاتفاقية بقلب مثقل، وقلت في نفسي: لا أحد يدرك ثمن هذا. اشتعل العالم العربي غضباً. جبهة الرفض اعتبرت كامب ديفيد مؤامرة، واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية مصر ببيع حقوق الفلسطينيين في مقابل حفنة من رمال سيناء. أصبح السادات أكثر عزلة من أي وقت مضى. كان يعول على الأردن للمشاركة في المفاوضات، لكن الملك حسين رفض رؤيته. حتى المغرب والملك الحسن الثاني لم يقدما له الدعم المنتظر. مصر مهددة بتعليق عضويتها في الجامعة العربية. أما بالنسبة إلى بيغن فعليه مواجهة تمرد المستوطنين في سيناء وانعدام الثقة من جانب بلده. في أثناء التصويت على اتفاقية كامب ديفيد في الكنيست، اتهم ببيع أرض إسرائيل. جرى كل شيء باسم السلام، في بعض الأحيان لا ينجح الأمر من دون بعض التسويات، وفي تلك اللحظة كنت أتساءل: ما الأهم، مبدأ عدم تفكيك مستوطنة أم الحاجة إلى السلام؟ بالنسبة إلى البعض الأول هو الأهم، أما بالنسبة إلى بيغن فالرغبة في السلام هي التي سادت. مساء الخير سيد الرئيس، أود أن أهنئكم بحصولكم على جائزة نوبل. شكرا جزيلا. تسلم كل من الرجلين جائزة نوبل للسلام، ولكن مرة أخرى كما حصل بعد زيارة السادات القدس، وصلت العملية إلى طريق مسدود وتعثرت. لا تلوح معاهدة سلام في الأفق. يبدو لي أن البعض ما زال يعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل على حساب الطرف الآخر. أنت طلبت جدولا زمنيا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية،
ألا تعتقد أيضاً أن وضع جدول زمني لتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة هو أكثر إلحاحاً؟ اتفقنا في كامب ديفيد على الحكم الذاتي الكامل لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة. نحن لم نتفق على السيادة ولا على دولة فلسطينية. عزيزي الرئيس السادات، سوف أكرر ما قلته لك على الهاتف عند تهنئتكم بحصولكم على جائزة نوبل. الجائزة الحقيقية هي السلام نفسه. لا يريد بيغن التنازل عن الاستيطان، وهذا ما يردده باستمرار. استيطان الضفة الغربية أو يهود والسامرة على حد قوله هو حق مطلق وتاريخي لإسرائيل، وعلى هذا الأساس يعتقد بيغن أنه يمكن التوفيق بين هذا الحق والحكم الذاتي للسكان العرب. ولتأكيد منطقه أعاد إطلاق عملية الاستيطان بقيادة وزير الزراعة آنذاك أريال شارون. قال لي أريال شارون ذات يوم، عندما وصلنا إلى السلطة لم يكن هناك سوى 5000 مستوطن في الضفة الغربية. كنت أجادله وأسأله كيف يمكنهم أن يستمروا في الاستيطان إذا كانوا يريدون إعطاء الفلسطينيين حكما ذاتيا. فقال لي، سوف أشرح لك أمرا. في اليوم الذي يكون لدينا فيه 100,000 مستوطن، لا توجد قوة على الأرض تجبرنا على الانسحاب من هذه الأراضي. أدى تجدد النشاط الاستيطاني إلى تفاقم التوترات، ومرة أخرى توقف الحوار. في أذار مارس قرر كارتر المخاطرة بكل شيء، فولايته على وشك الانتهاء وهو يحتاج إلى نتيجة إيجابية، خصوصاً أن الثورة الإسلامية في إيران أضعفت استراتيجيته في الشرق الأوسط. توجه كارتر على عجل إلى القاهرة التي استقبلته بحفاوة، وبات السادات مستعداً لتوقيع أي أمر يقترحه كارتر، وحتى للتخلي عن مطلبه النهائي المتمثل في ربط الانسحاب من سيناء بتقدم المفاوضات في شأن الضفة الغربية وقطاع غزة. المرحلة الثانية القدس، هنا لن يقدم تنازلات. المناقشات تستغرق وقتاً طويلاً، ومن المرجح أن تبوء العملية بالفشل. كارتر يعتزم المتابعة. كان كارتر يمضي ساعات يجادل فيها مجلس الوزراء الإسرائيلي في النقاط القانونية الغامضة كافة، وأخيراً جرى التوقيع على المعاهدة، ولكنهم في واقع الأمر جعلوا حياته لا تطاق. أنا مقتنع الآن أن لدينا عناصر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي هي أساس السلام الحقيقي في الشرق الأوسط. في السادس من أذار مارس عام 79 وقعت المعاهدة في حديقة البيت الأبيض. إنها المرة الأولى التي يجري فيها الاعتراف بإسرائيل، وهي المرة الأولى التي توقع فيها إسرائيل معاهدة سلام مع دولة عربية. عند عودته استقبل مناحيم بيغن كرجل سلام. في مصر استقبل السادات بالهتافات. كان هناك حماسة شعبية، وكما قلت كان الرأي العام المصري مؤيدا بقوة لهذه المعاهدة، ليس لأنه كان مهتما بالعلاقة بين مصر وفلسطين أو بين مصر وإسرائيل، بل لأنه كان مهتما بمصالحه الخاصة. كان واثقا أن الوضع سيتحسن، وأن الفقراء سيصبحون أقل فقراً، وأن البلد سيشهد تقدماً، وأن الإنفاق على الدفاع والجيش سوف ينخفض إلى آخره. استعادت مصر أراضيها،
وحصلت على مساعدات أمريكية في ظل وضع اقتصادي صعب. لم يكن أمام المصريين إلا أن يتمنوا أن تحقق هذه المعاهدة ما كانوا يريدونه. ظنوا أنهم سيعطون السلام بيد ويأخذون الرخاء باليد الأخرى. استنكرت القوى الناصرية والقومية والإسلامية المعاهدة جنبا إلى جنب. علقت عضوية مصر في جامعة الدول العربية وعزلت مصر عن محيطها العربي. صديقي العزيز، أنا أعلم أننا سنستمر في مساعدة بعضنا البعض وسنثبت للدول الأخرى القريبة والبعيدة والكبيرة والصغيرة أننا يمكن أن نعيش معا في سلام وأمن وتعاون وصداقة متبادلة. التقى السادات وبيغن في كثير من الأحيان غير مهتمين بالاحتجاجات ومظهرين صداقتهما الجديدة. لقد تأثرت جدا بالصداقة التي أظهرها الشعب المصري لي. أعتقد أن أصدقائي هنا أكثر مما هم في إسرائيل. هل هذه انتهازية أم تقدير وامتنان صادق لما قدمه السادات؟ أو لعلها استشراق لمستقبل يجري فيه تثبيت إخراج مصر نهائياً من الصراع؟ لقد شهدنا تحسناً حقيقياً في علاقتهما. أصبح في إمكانهما أن يتحدثا الآن مباشرة. كان هناك خط مباشر للاتصال بينهما. كان الهاتف على مكتب بيغن. كان يمكنهما التواصل في شأن جميع التفاصيل، واستخدم هذا الخط على نحو متزايد للتحدث في القضايا السياسية والشخصية. يعني قد يقول صديقي بيغن، لكن هو يقول صديقي بيغن لأنه محتاج لأنه يقيم علاقة يحقق بها هدفه. الحياة مصالح، لا توجد صداقات. ولكن بالتأكيد أنور السادات كان يحترم بيغن لأنه كان يستشعر أنه قوي. أنور السادات دائما يسعده أن يتعامل مع الأقوياء لأنه الأقوياء يستطيعوا أن ينفذوا كلامهم. حاول السادات كسب تنازلات إسرائيلية فيما خص الضفة الغربية وغزة في مقابل المكاسب التي حققتها إسرائيل، ولكن الفرصة كانت قد مرت. أعتقد أنك تعرف في أعماق قلبك أن من المستحيل أن تستمر المفاوضات في حال استمرار هذه المواقف. لا يزالون يواجهون العقبات نفسها التي لا يمكن التغلب عليها، وتتمثل في الاستيطان في الضفة الغربية والوضع الرمزي للقدس. عزيزي الرئيس السادات، مراراً وتكراراً قلت إن القدس بمجملها هي عاصمة إسرائيل ومدينة موحدة ولا تتجزأ على طول الأجيال. لدينا اختلافات في الرأي، لكن هذا لا ينفي عقد اتفاق آخر بخصوص الحكم الذاتي الكامل لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مكتوب في اتفاقية كامب ديفيد. فلنتفاوض. ماذا فعلت لتشجع الفلسطينيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ هل تعتقد حقا أن هذه الأفعال والتصريحات في شأن القدس والمستوطنات يمكنها أن تجتذب الفلسطينيين؟ ماذا عن تصاعد القمع في الأراضي المحتلة وفرض حظر التجول تعسفيا؟ وماذا عن طرد رؤساء البلديات وإغلاق الجامعات ومعاهد التعليم الأخرى؟ المحادثات معلقة باستمرار. إنه طريق مسدود. هذه المرة جيمي كارتر غير موجود لجمع الخصمين معا. فقد خسر كارتر الانتخابات الرئاسية أمام رونالد ريغان في تشرين الثاني نوفمبر عام 80. في حزيران يونيو عام 82 قررت حكومة مناحيم بيغن اجتياح لبنان كله وصولا إلى بيروت. ما عادت إسرائيل تخشى مصر،
يمكنها الآن أن تركز قواتها على الجبهة الشمالية. غير أن السادات وبيغن اجتمعا في الإسكندرية على الرغم من الصراع الجاري، وتعهدا استئناف المحادثات في شأن الحكم الذاتي. عزيزي الرئيس السادات، آمل أن تؤدي الأشهر المقبلة من المفاوضات الناجحة إلى دعم السلام وترسيخه وتعزيز الصداقة والتعاون بين بلدينا. في عرض عسكري في 26 أكتوبر عام 81، اغتيل الرئيس السادات على يد ضابط في الجيش المصري. بعد وفاة أنور السادات جرى الانسحاب من سيناء عام 82 باستثناء طابة التي رفضت إسرائيل الاعتراف بكونها مصرية. لم تؤدي المفاوضات في شأن الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أي نتيجة، وبقي اللاجئون الفلسطينيون ممنوع عليهم العودة إلى أراضيهم. لم يتحسن الوضع الاقتصادي في مصر على الرغم من مرور أكثر من 3 عقود على معاهدة السلام. العلاقات الإسرائيلية المصرية تقتصر على الحكومات، فيما الشعب المصري لا يزال في حال عداء لإسرائيل. السلام بين إسرائيل ومصر سلام بارد، نحن نريد أمرا أفضل، ولكنه سلام مستقر ظل قائما على الرغم من كل الأزمات طوال أكثر من 3 عقود، وهذا يعد نجاحا. في الشرق الأوسط 3 عقود هي بمثابة الأبدية.